خبيت عليا ليه؟ ليه ما قلتليش؟ ليه قلت لمريم دخلي الموضوع ده سر بينكم؟ كنت خايف تفهميني غلط. لا يا حسين، يظهر ان انت عملت فيا نفس اللي انت عملته في اختك. خايف مني، خايفة طلبك بحق الشرعي في فلوسك اللي انت كتبتها باسم مريم. صغرتني قدام بنتي، خليتها شافت بعينيها اني مسواش عندك اي حاجة بعد كل سنين العشرة والجواز اللي بينا. ما تقوليش الكلام ده منى، انا عمري ما هاكل حق من حقوقك وعمري ما هظلمك. طلقني يا حسين. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما عنديش حل تاني. ده الحل اللي انا كنت مأجلها لحد مريم ما تتجوز عشان ما بوظلهاش جوازتها. طلقني لو سمحت. ايه يا منى؟ عايزه تسيبيني في نفس اليوم اللي سابتني فيه مريم؟ انت هتطلقني انا، مش هتطلق مريم. ممكن بلاش الكلمه دي تاني. حط نفسك مكاني. لو انا خبيت عليك حاجه كبيره زي دي كنت هتعمل ايه؟ انت فاكر ان انا طمعانه في فلوسك بعد العشره دي كلها؟ ولا خايف اقول لك اكتب لي نص ثروتك؟ لا طبعا، احنا من يوم ما اتجوزنا ما حدش فينا طامع في التاني. حتى لما اديتيني فلوسك عشان اشغلها في شغلي رجعتها لك بالارباح كلها. انت مش عايز تطلقني عشان فلوسي اللي في شغلك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فلوس دي اخر حاجه الواحد ممكن يتكلم فيها. احنا من يوم ما اتجوزنا صحيح كان بتحصل بينا مشاكل كتير، بس عمرك ما كلمتي في الطلاق. المره دي غير كل مره يا حسين، انت جرحتني قوي. المشكله ان انت مش حاسس انت عملت ايه. سبق قلت لك اني كنت هقول لك في الوقت المناسب. مع ذلك يا ستي انا بعتذر لك وهصلح غلطتي. ازاي؟ احط في حسابك المبلغ اللي انت عايزاه ويبقى خارج التركه. متاخر قوي يا حسين. يا منى انا كنت هعمل كده فعلا، مش عشان انت عرفتي دلوقتي، انا بس كنت نستني مريم تتجوز ونطمن عليها. وتفتكر ممكن اصدقك؟ هتصدقيني لما اجيب لك بكره ايصال الايداع في حسابك في البنك، وساعتها تعرفي ان انا ما بكذبش عليكي، وساعتها بقى هتعرفي انا بحبك قد ايه، وان انت الوحيده اللي في حياتي من بعد ما مريم اتجوزت. صدقيني